أكثر من 1000 معتقل سنهم دون سن الاعتقال، أكثر من 1000 معتقل سنهم ما تجاوزش 16 سنة. هي دي مصر تحت حكم العسكر. أسماء أبو بكر مجرد نموذج لبنت نزلت الثورة المصرية. عيلة كاملة في السجن، عيلة كاملة في السجن، الأب وتلات عيال وبنت، عيلة كاملة في السجن. ناقصهم إيه؟ ناقصنا إيه كشعب عشان نصور؟ إحنا مش شعب بيصور عشان أكل عيشه، إحنا مش عبيد هنصور عشان غلينا البنزين، إحنا هنصور عشان الحرية، عشان كرامتنا، عشان مش هنقبل إن بنت تتهان. إحنا مستمرين في فعالياتنا، إحنا بنتكلم تقريباً في أكثر من 23,000 معتقل، في أكثر من 170 معتقل داخل جامعة اسكندرية، في أكثر من 80 بنت في سجون الانقلاب العسكري. إحنا بنتكلم يعني في قضية جوهرية، نظام مبارك بكل قوته وبكل جبروته ما كانش فيه ولا بنت واحدة في سجونه. إحنا بنتكلم في نظام عبد الفتاح السيسي، نظام انقلابي كسر حاجز الدم، كسر حاجز الدم وكسر حاجز العرض، والطبيعي إن تبقى المواجهة بتاعته مختلفة. اعترضنا على حل الأسر الجماعية وتحويل الطلبة لأمن الدولة، وعشان حد ياخد موافقة بنشاط لازم يرجع بموافقة لأمن الدولة، رجع النظام تاني زي ما كان ويمكن أكتر. احنا مستمرين في فعالياتنا والموضوع مش فعالية وانتهي. بالنسبة للأسماء أبو بكر، أسماء حرة في وسط أسرة كلها أحرار. نتكلم في الأب معتقل وثلاث أولاد معتقلين والبنت، مستنيين إيه بعد كده؟ فكرة إنك تكون طالب في كلية علوم دي بقت تهمة. دلوقتي في عيلة بأكملها في السجن، منهم بنت، بنت عشان كل اللي فيها إن هي طالبة في كلية علوم. أسماء أبو بكر شخص طيب جدا، شخص ملوش إن هو يعمل مشاكل أصلا، شخص معروف وسطنا إن هي عبقرية جدا، شخص مثقف جدا. فكرة إن أنت طالب في علوم فتتجرجر من بيتك وتترمي في زنزانة وتاخد 15 يوم حيادة متفجرات في حرز ملوخية ودبابيس ستاير وعلب فاضية، شيء لا يصدق، شيء ما اصلا مجرد ان عقلك مش عارف يستوعبه. 15 يوم عشان حرز ملوخيه. اسماء كل تهمتها انها في كليه علوم قسم كيمياء، اتاخدت من بيتها علشان حد مبلغ عليها بالاسم، وكل الادوات الكيمياء بتاعتها اتاخدت كحرز معاها واتعمل بيها قضيه لاخوها. كل تهمتها انها طالبه في كليه علوم، مفيش اي حاجه تانية. هي مثال للحاله اللي احنا عايشينها من انتهاج للبنات. كليه علوم دلوقتي فيها 13 معتقل بس كل تهمتهم ان هم في كليه علوم. احنا هنحاول على قد ما نقدر نصعد الموضوع، لان الموضوع تطور من ان البنات كانوا بيتاخدوا من الشوارع انه بيروحوا دلوقتي لحد بيوتهم وياخدوهم، يعني ما فيش اي احترام حتى ان دي بنت. كليه علوم اكيد هتفضل طول اليوم وطول الايام اللي جايه كلها بتفكر بقضيه اسماء. يمكن اسماء فكرتنا بالبنات المعتقلين اللي احنا ناسيينهم في السجون وراحوا عن بالنا عشان مش في الدايره القريبه مننا. فدلوقتي حسينا قد ايه ان بنت ممكن تقعد يوم في السجن، وصعب جدا على اي واحده فينا انها تتحمل ده. فاكيد هنكمل لحد ما تطلع اسماء والبنات كلهم ان شاء الله. دلوقتي طبعا اي بنت مفروض ان هي ليها حق التظاهر، يعني عادي انها تنزل وعادي ان هي تعبر عن رايها، واحنا مفروض يعني ان دي حريه ان انا اعبر عن رايي، ولا بتخرب ولا بتعمل اي حاجه وبتعبر مجرد عن رايها لانها شايفه ظلم في البلد. انما لما تيجي بقى انت تمسك البنت دي سواء من الشارع او من البيت او كده، يبقى انت كده ما عندكش اساسا ديمقراطيه وما عندكش اي، مش كافي حريه التعبير عن الراي دي. أسماء مثال طالبة متفوقة جدا، كانت قسم كيمياء يعني شاطرة ما شاء الله في كلية علوم، واتخذت من بيتها اتبلغ عليها بالاسم والحرز كيس ملوخية، قال إيه بتعمل متفجرات. يعني حضرتك دلوقتي يعني عشان أنت في قسم كيمياء هتعمل متفجرات من الملوخية وعلبة بويا. أسماء دلوقتي اتعرضت وخدت 4 أيام، وفي نفس اليوم راح تتجدد لها تاني 15 يوم، ونحن النهاردة جايين بنتكلم عن قضيتها ونفعلها عشان خلاص. يعني فاضل ايه تاني لما البنت تتاخد من بيتها عشان متبلغ عنها؟ يعني فاضل ايه تاني؟ احنا عندنا في كلية علوم دلوقتي 15 معتقل، بداية من الطالب عمرو اسماعيل المعتقل من فض 4/14/8، ومحمود فتح المعتقل من شهر 11، نهاية بالطالب محمد فريد طالب الفرقة الثالثة كلية علوم. الداخلية لسه بتزيد في بطشها ولسه في سياستها القمعية. لسه يوم الخميس اللي فات اعتقلت زميلتنا أسماء أبو بكر الطالبة في الفرقة الثالثة كلية علوم قسم كيمياء، المعروف عنها تفوقها والتزامها وأخلاقها.
احنا في جامعة اسكندرية وفي كلية علوم بالاخص بنقول للنظام انتظر ثورة طلابية في بداية السنة الدراسية. احنا اللي عملناه النهاردة ده جزء بسيط جدا من اللي هتشوفوه. زميلتنا اسماء عندها استئناف بكرة ان شاء الله، وعلى اساس القرار الاستئناف هتشوفوا ردنا في خلال الايام الجاية. احنا لغايه طول السنه اللي فاتت كنا شغالين في الحراك الطلابي، بس للاسف النظام ما سمعش وما فهمش ان الطلبه مش بتتكسر لا بالرصاص ولا بيرجعها الفصل ولا بيثنيها عن هدفها وعن نيل حريتها الاعتقالات. احنا مكملين، لو اعتقلونا كلنا ولو ضربونا بالنار كلنا احنا مستمرين في ثورتنا ومستمرين في نضالنا ومكملين ان شاء الله. الكل سجين الحريه الحريه.